ايوه طبعا انا افضل، طبعا انا، وده اللي هفضل اقوله لنفسي لحد ما اموت. طبعا انا المسؤول عن اي عيان يدور عليا وما يلاقينيش، هي دي الحقيقه. هنقعد بقى نقول لنفسنا مبررات واعذار، اصل ظروفنا، اصل مشاكلنا، اصل مش عارف ايه. بس دي مش مشاكل عاديه يا دكتور، ده انت الله يكون في عونك من اللي انت فيه دلوقتي. انا اصلا مش متصوره ان حضرتك في الظروف العاديه بتلاقي وقت تمر على المستشفيات دي كلها. ربنا يا دكتور سليمان، ربنا النهارده يا سعاده الباشا. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك وازي عيالك؟ بيسلموا عليك وبوسوا ايديك يا سعاده الباشا. يا عم انا عايزهم يبوسوا ايديك انت. خلي بالك قوي من عيالك يا ابراهيم، خلي بالك منهم، الدنيا وحشت قوي يا ابراهيم، وحشت قوي، بقى صعب ان الواحد مننا يحمي عياله من الشر اللي بقى موجود في الدنيا. سلام يا هيما. وعليك يا سعاده الباشا. ريس الحفر مش سالك، في صخره جامده معصقه معاهم. يبقى بدأوا غلط. انا قلت 7 متر من اول العلامه السوداء في اتجاه الناحيه الشرقيه، ومستحيل يكون في صخره في الزاويه اللي انا قلت عليها دي. هو انا اعمل ايه يا راجل؟ انت بطل باكش بقى، ما انت زي الحصان اهو. ربنا يطمنك يا دكتور. لبسيه. انت بتاخد البلافكس بالك قد ايه يا عم مصطفى؟ من حوالي شهرين كده يا دكتور. يا كتير قوي يا بنتي، ده غالي عليك. اه والله يا دكتور، بس هنعمل ايه؟ مساعد دكتور التامين ما قال. هو دكتور التامين ده خسس عليه حاجه، ويا ريتهم بيصرفوا للناس اللي هم بيكتبوه. انا كتبت لكم على حاجه ارخص واحسن بكتير. هاتي معاكي روشته الاسبوع الجاي علشان ما ياخدوش منك تذكرات. لا يكرمك ولا يحوجك ابدا يا دكتور. امين يا رب. تمنعي بقى المسبك والدهون وشغل الحلل ده، ولو شرب سيجاره واحده تبقي لا بنته ولا اعرفك. يا جماعه كل واحد هيدخل في دوره، اما لو كان الدكتور بيتاخر في الكشف كنتوا عملتوا فيا ايه؟ يلا يا بنتي انا مش قادر اخد نفسي وتعبانه قوي. هنيتي يا حاجه قدامك 2 بس مفيش غيرهم. يلا يا عم حسين اتفضل. ازيك يا سماح؟ ازيك يا دكتور؟ استأذن حضرتك بس اديله خبر. معلش انا اسفه. اعمل ايه؟ طبعه كده. مفيش مشكله، مفيش مشكله، خدي راحتك. اتفضلي اتفضلي. الدكتور خيري النايب الجديد كان مكلمني على حاله وعايز يستأذن حضرتك. يعني لا خليه اتفضل. اتفضل اتفضل يا دكتور. شكرا دكتور سليمان. ازاي حضرتك؟ دكتور خيري عثمان نائب المدير. اهلا وسهلا. معلش يا دكتور هنتعبك، الاستاذ حامد نسيبي والمدام بتاعته تعبانه وبقالها اسبوع بتدور على حضرتك. لا الف سلامه من عينيا. الف سلامه. ميرسي يا دكتور. ميرسي. لا حاضر، انا بس هستاذنكم دقيقه واحده. دقيقه واحده. طب عم حسين استريح شويه، انا جاي لك على طول. اتفضل. دكتور ممكن استاذن حضرتك دقيقه بالظبط؟ يعني في امانه ضروري جدا توصلها للسيد المدير. طبعا طبعا. اتفضل اتفضل اتفضل. عارف حضرتك انا سعيد جدا وكان نفسي اشوفك من زمان والله مش اكتر مني. في ايه يا دكتور؟ ايه دكتور ايه وهباب ايه؟ انت خليت فيها دكتوره؟ سيادتك اللي بتعمله ده شغل سواقين توك توك. انا مش فاهم حاجه في ايه. هو مش حضرتك برضو اللي رفعت سعر التذكره الاقتصادي من 5.5 جنيه ل 20 جنيه؟ ايوه انا، بس ده كان عشان. ايوه عشان ايه بقى؟ اشرح لي. عشان ايه؟ علشان تطور مستوى العيادات الخارجيه بتاعتكم اللي زي البلا، اللي حالها يصعب على الكافر دي، ولا علشان تتعاقد مع اساتذه كبار والقسم اصلا ما دخلوش استشاري واحد بقاله 2.5 شهر، وفي الاخر حضرتك جايب لي ناس سايبك تتمنظر قدامهم وتدوس بيهم على رقبه الناس اللي مرزوعه مستنيه من صلاحيه ربنا؟ لا لا لا، انت مش اكيد دكتور، انت اكيد مجنون. قولها قولها قولها، ما تكسفش يا رب. مجنون. ايوه قول مجنون. 90 واحد قبل حضرتك قالوها لي. عارف ليه؟ قول. عارف ليه؟ علشان العاقل عندكم هو اللي صاهر ويمين ويشوف مصلحته ويدوس على الناس ويتاجر في امراضه، ولما يشوف الظلم بام عينيه يحط في بقه جزمه قديمه. ايه لا نضاره؟ احنا نزلنا كم
لكن ما تعرفش قوتهم يا سعد. الحراس دول لو شموا ريحه ما عجبتهمش في المكان كله، المكان ده هيبقى حته من جهنم والعياذ بالله. عشان كده لازم اطهرك من ذنوبك قبل ما تبقى واحد مننا. ماشي يا سعد؟ دلوقتي بقى هنصرف العمار ونذبح اي خادم سوق في المطرح كله. تعال ورايا واستعد. لغموش مريوش، لغموش مريوش، ناديتكم ما سمعتوش، قدامكم ريح ممشوش. لغموش مريوش، ناديتكم ما سمعتوش، قدامكم ريح ممشوش. قال لك قليل صاحب الاسم الكبير، قال لك قليل صاحب الاسم الكبير، استعد يا سعد. استعد. قال لك قليل صاحب الاسم الكبير، لغموش مريوش. قال قليل استعد يا سعد. استعد يا سعد. قال قليل صاحب الاسم الكبير، قال قليل.